إلهي وعبدك تحت عرشك يا بي منك العفو والستر منك والغفران يا رب وارحم والده. على قناة ايش؟ قناة سعيد السهيمي. الله يبيض وجهكم. سعيد السهيمي وعالم النحل، الله يبيض وجهكم. يبيض وجهكم. جنتك جنتك ساعة الخلايق يوم الحشر وقفوا رحمتك رحمتك لا تحرم العبد شاير يرتجي. هذا الشيخ عبد الرحمن يا ابو رحمتك رحمتك لا تحرم العبد شاير يرتجي متعب كفاها اليمنى ووجهها على قولت كفو حياكم الله يا ابناء وربيتر مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة سعيد السهيمي. حياكم الله في ملتقانا الأول ملتقى دروب عالم النحل. الحقيقة هذا الملتقى الأول والملتقى الجديد الحقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله وفد من النحلين من كل أنحاء المملكة. ما شاء الله تبارك الله من الحسا ومن الرياض ومن الطائف من جنوب ما شاء الله تبارك الله من كل أنحاء المملكة ما شاء الله تبارك الله حضروا مشكورين وجزاهم الله خير أسعدونا حقيقة بالحضور وأنا حقيقة جبرت أن يقدم هذه المقدمة لقناتنا أحاول أن أظهر في القناة ولكن جبروني إخواني المحليين جزاهم الله خير مشكورين حقيقة هذه المقدمة يجب أن تستمر وتنتشر على مستوى المملكة للمحاليين تبادل الخبرات والحوارات والنقاشات الجميلة فأتمنى من جميع المحاليين الاهتمام بهذا النقطة الاجتماعات مع القدماء في المهنة ما شاء الله تبارك الله عندنا ناس كثير 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 يعني عندهم علم كبير في عالم النحل وانتاج العسل في المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك الله يعني لا يمكن أن نغفل عن يعني الاجتماع بهم ما شاء الله تبارك الله اليوم حقيقة سعيد جدا يعني تواجدهم عندي في جدة وأتمنى أن تتكرر في هذه الزيارات يعني ما أدري يقول أنا يعجز إنساني على التعبير تواجدهم هذا اليوم ما شاء الله تبارك الله البعض يتقي منهم لأول مرة فشكرا لكم جميعا وشكرا لجميع متابعين القناة أتمنى الاشتراك والمتابعة حتى يعني يستفيد الجميع من متابعة القناة ونحصل على كل ما جديد في قناة سعيد السهيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أعضاء كروب عالم النحل مرحبا بكم جميعا شرفتونا في جدة والله الله يحييكم والحقيقة إن شاء الله يتكرر هذا اللقاء ولا يعتبر الأول هذا صحيح أنه الأول لكن نبغى يكون فيه ثاني وثالث وصراحة الملتقى هذا نبغاه يعني يكون متميز شوية نبغى يكون تدور الحوارات والخبرات بينكم السلام عليكم يا سلمان كيف حالك لازم انت صاحب قضية الجنوب ما شاء الله مرة خلاص طيب ابو سلمان ما شاء الله تبارك الله كونك نحال في الحسا يعني طبعا مناحلك موجودة في المزارع تمام والحالك واسست نفسك بنفسك وابتكارات من عندك ما شاء الله تبارك الله خلية العشرين بالوأس واللي عرفته ما شاء الله تبارك الله من قبل 9 تقريبا أو 8
9 10 كيف كيف يعني طوعت الخليه وانتجت السبع البراويز هذيك في 20 او 9 براويز؟ يعني ايش الاليه في نص دقيقه اللي سويتها؟ حواجز ملكيه سويتها فقط تجيش حبيبي احمدك لا تعلم العرب والحمد لله ابشر انت لجيل من الفلوس من بعد ما ربيت المحبه ولا يومين على المصري والهجاين الله وكيل نحطها اول السنه ونسددها اخر السنه وغيرك كثير. لكن في بعض الناس ما شاء الله عرف يعني سر هذه الليلة البلدي صراحة وفي الخلية دي تطور سريع جمع عسل قوة محل بدون أي تغذية ولا علاج. ما شاء الله أنا أعطيك كلام من الأخر ما شاء الله. الخلية دي فيها سر وأول أسرار الثلاثة عدم التغذية ما تكلفك ولا حجائي ولا علاج ما شاء الله. والنحل الحمد لله أنا مشتي الحرارة عندنا مو اللي عندكم محرك كل اليوم يوم جينا شلنا حتى وانا جاي معي فارو والدنيا قلت عندهم محرق يوم اني جيت ولا اني شغل مكيف السياره. لا عندنا جو غير جونا لطيف والحمد لله نحلي بايت من يوم البزرومي او بدايه الحرش الى اليوم ما ذاك ما شاء الله متماسك زي ما هو ما شاء الله الحمد لله بدا الان راح ان شاء الله اجيبكم بالفيديو باذن الله ننتظر هذا وفي ناس كثير ينتظرون. سوينا خطة مهاجمة فنهاجم أحد المحليين في سؤال سريع مباغت. طبعا هذه مباغت لفالح الشهراني السلام عليكم في نص دقيقة. قل لي كيف يوم جينا صورناك على الكتابة كيف وقدت لها التوقيت هذاك اللي جيتك؟ توفيق من الله سبحانه وتعالى. اول توفيق من الله سبحانه وتعالى ما شاء الله تبارك الله والله جهودك يا ابو عبد الله الله يعطيك العافية. كان الوقت كله مرسخ والله سبحانه وتعالى اللي قدر هذا الوقت. احمد الله حقيقه ان جيناك على توقيت عجيب حقيقه لكن ما شاء الله تبارك الله المنطقه هذيك اللي انتم فيها ما شاء الله تبارك الله شيء عجيب. فابغى تتكلم لي عن السد اللي سويتوه انت وجماعتك وحجزتم الماء فيه وسويتم هذيك المنطقه اللي صارت منطقه بريه للنحل اللي صورنا فيه. كنا عنده السد الكبير السد الترابي اللي كان فيه بط وفيه طيور وفيه هذا اللي حجز لكم الماء وخلى الكتاده تنتعي. اي نعم ما يحتاج هو ابو باسل يدور للمنطقه يعني ابد والله عاد من جهه السد تعرف منطقتنا باديه ونحتاج الماء قليل جدا عشان الاغنام والمواشي الماء بعيد فندور الاماكن خاصه الشبان عندهم خبره الاماكن نسميها احنا اللي تمسك الماء اماكن تمسك الماء يكون فيها وسط جبال شعب بين جبلين هالموقع هذاك اللي جيناه ما شاء الله تبارك الله موقع ممتاز جدا جدا للسد الحقيقي. طبعا هو اللي كان خلفك في 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 حلقة الخامسة الحلقة الخامسة اي على اساس يدرون الناس وش اللي نتكلم عنه بالضبط. الله هذا السد المائي اللي كان خلفي في الحلقة الخامسة هذا سد من شغلنا احنا طبعا غير مكلف جدا ولا يمكن كلف حوالي 20,000 فقط كاملا من الى غير الحياة البرية اللي شفتها سد مائي حقيقة هم طيب يعني تنصح بها الناس يسوون الشذوذ هذه يحجون الماء وتتكون لهم يعني الحياة البرية ويزرعوا ويغرسوا الأشجار مفيدة للنحل ولا لا؟ جدا والله على حسب المنطقة إذا كان منطقة تمسك الماء الأسفل بالأرض اللي أماكن جبلية وطينة قوية جدا تمسك الماء ما يتسرب تحت في بطن الأرض فمنطقتنا ما شاء الله تبارك الله في هذاك السد من شكل يمكن حوالي 100 سد ما شاء الله في هذا الشكل في المنطقه الله يعطيك العافيه نستفيد من استفاده كامله الله يعطيك العافيه ان شاء الله بسعيد وشكرا الله لك حياك الله الله يحفظك يا بابا ندور هدف جديد السلام عليكم حليل كيف حالك؟ طيب ينعتونك بالمشاكس في الجروبات انا بعد شارك جروبات والله يا اخي ليش كذا تسوي رصاص ما يصيب ويدوش وتختفي دائما بس عندك خبره يعني ليش دائما جروبات جر اسلوب جر يصير طبعا يا جماعه هذا هليل فاللي له شيء ولا حاجه يبلغنا على الخاص ان شاء الله والله معك السابع والله الله يعطيك العافيه شكرا لك حياك الله
نحن نهجم في ذي بسم الله. أبو حمود السلام عليكم، مالك أبو حمود؟ طبعاً معنا أبو حمود ابن ديشا. سؤال بسيط، متى جاءتك الفكرة أنك تؤسس جروب عالم النحن تجمع النحن؟ تجهز بحدود بالنسبة لفكرة دروب عالم النحل. صراحة يعني كنت ألعب دروب النحل كثير من الأخوان كانوا متواجدين حكرا، ففكرت أني بالنسبة لي أنا أحب الانطلاق، أحب الحرية، ومن هذا المنطلق يعني فكرت أني أسوي دروب مستقل أجمع برضو في المجموعة كاملة معنا الأخوان ونتناقش في هذا الجروب. أنا براحتي ما أحب أقيد نفسي بشيء، لأن تعرف الجروبات الآن لما تكون عضو يعني في نوع من التحفظ، يعني ما تقدر تاخذ راحتك. فأنا كان عندي فكرة من البداية من قبل لا إيش أخش حتى جروب على الحالون، يعني كان عندي فكرة إني أسوي جروب مستقل، ولكن انضميت أخذت الخبرة من الأخوان زي الأستاذ أحمد عوضة والمجموعة الموجودة، ثم استقلينا بعد ذلك والحمد لله. الجمع كلهم معنا الحمد لله مشاركين متبادل التجارب والخبرات. أي واحد عنده أحد يحاول يقابل يروح يشيل جميع اللحم بس في ما يشيل حلوي وشمع طبيعي له حتى يوفر الحياة الزايبة برضاك والدك يكون من الشمال إلى الجنوب بداية الشمال بين صار اليوم هذا كثير اللي وقع اليوم مر على مناطق كثيرة من الشمال وارتجع شجايلين وقال له بعد الشمال مثال حياة الزايبة برضاك وارضا والدك هذا شيء ما في شيء مهما كان، لكن يحتاج شيء مهم جدا إدارة ملكية. تعرف تدير هذه القضية في البعود البلدي الغالب والنسبة العظمى لو نعطي نسبة أن أحد يتحكم فيها. في الخلية الحديثة الغالب والنسبة العظمى أنت تتحكم بالنحل، إذا ما كان بنسبة 100% أنت تتحكم في تطريده، تتحكم في إنتاج عسله، تتحكم بالأمور هذه كلها. فهذا الإلهي وعبدك تحت عرشك يا بي منك العفو يعني والستر منك والغفران يا رب وارحم والده بدون نقاش ومعطلكم جرب ويعيش هذا لها تكتيك لها إدارة، في ناس تعلمها في ناس تعرف كم تجمعها، لكن يتعب حتى نوصل على الناس. أما الحديث فأبسط محاول بسيط، يعني يبدأ بداية بسيطة وينتج رحمتك رحمتك لا تحرم العبد شيئا يا ابو انتاج من جهد النحل تقول ابغى اطلع عسل في مظاهرتي. طيب لو نرجع من الاول مثل ما قلت انا من الاول عودك ما يغطي بالوازين كفاها اليمنى ووجهها الشيء الثاني اذكر الاخ سعيد ابو عبد الله على هذا المجهود الذي قدمه خلال شهر كامل لتجهيزات لهذا التجمع، فله منا ولجميع جزيل الشكر على ما قدم. الشيء الثالث يا اخوان الله عزيز اسمحوا لنا والله والله والله
راحت لحط شيء بدونك خلاص مسافر. الشيء الرابع يا اخوان عندنا تكريم لناس خدموا المهنة خلال الفترة الماضية، والكل والله لا يقصد الكثير الكثير الكثير، مجرد حضوركم اليوم هذا في إفتاح التكريم، والله لكم كلكم إفتاح التكريم. ولكن في ناس صراحة حقيقة عندهم شخص واضح وإخلاص في أداء المعلومة وفي الحرص على التكريم. وجود معنا تقريبا 4 أنصار أو 6 أنصار رايح نكلمهم الآن، يستاهل التكريم والكل يستاهل، ولكن زي ما ذكرنا الشباب لهم بصمة واضحة ويستاهلوا منا ومنكم كل التحذير والإحترام. أولا الأخ أبو سهل محمد درضان الغامدي نشكره على ما يبذله الشباب من عمل في أحوال الطقس، وكما تعلمون أن الطقس مهم الشباب للحال في الدرجة الأولى من أحوال الطقس. وبالنسبة للساعي بالنسبة لشكل متابع كثير وساهم معنا بشكل كبير بالنسبة عالية أستاذ أبو طارق. استاهل أبو طارق استاهل. واكتفى عن حياة الزيفة برضاك وارضى والده. أبو سلمان تفضل داود الحمد استاهل أبو سلمان حرك القلوب ما شاء الله أبو سلمان يشرح ويرسل ولا يتنازل حتى يصل معلومات قبل كذا برجع الاستاذ احمد العرابي ابو عايش تفضل يا إلهي يا إلهي لا لا سوى غير هذا محمد ورقة هذا خير أفضل بالنسبة للأخوان اللي خذوا يروح هذه جوائزهم عليه خذوا أيضا تكريم للأستاذ سعيد السنين على المجهودات اللي تقدمها أستاذ المفروض واضح درونا عن جاد الصوت حقيقة والله أني إن شاء الله نحن نخسر من هذه اللحظة كم شخص حاول فيه متعبين كافال يا ابن وفي ناس جاني على الخاص زعلان والله العظيم ولكن واثقين الكل بيساهموا بيساهموا وراكم واجبكم اكثر من كذا الله تبارك الله واصل يا ابو الغيثان واصل اذا طعنت فجرها نعم ما شاء الله دكها دك النحله ما شاء الله تبارك الله النحله بسم الله ما شاء الله هذه كيكه القروب روب علم النحل عطني راس الحلقة